كانت بيروت تفتقد الخدمات العامة وصيانة الطرق حتى قبل بدء الحرب. اليوم ومع تدفق عشرات آلاف النازحين إلى العاصمة، لم تعد البنى التحتية المتهالكة أصلاً قادرة على الاستيعاب. وفر مئات آلاف اللبنانيين خلال الأسابيع الأخيرة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق المحسوبة على حزب الله والتي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية مكثفة. عزمنا بضعة حمراء كنا تاخذ معنا 10 دقايق 7 دقايق 10 دقايق، هلا بتاخذ أوقات بتاخذ ساعة. يعني العالم بيمشوا حتى نص الشارع بيمشوا. وقبل الحرب والنزوح كانت شوارع بيروت المليئة بالحفر مزدحمة بالفعل، وباتت تمتلئ شوارع العاصمة الآن بمزيد من السيارات والدراجات النارية، فيما تراكمت النفايات في الشوارع في بلد كان يشهد أزمة جمع نفايات قبل سنوات ويرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة منذ 5 أعوام. الطرقات مسكرة كلها، يعني بيجي وقت ما فيك تمشي ببيروت، يعني كمان ما بيصير هيدا. يعني اللي ما له شغل بسيارة نازح حطها طلوية الدولة لمكان بلاش ما يدفع عليها يا اخي، عنا اماكن واسعة كتير نحنا. وازداد بشكل ملحوظ عدد الشاحنات الخاصة بنقل المياه في شوارع العاصمة، فشبكة المياه في بيروت ضعيفة اساسا، ويعتمد الكثير من السكان على قناني وجالونات المياه المعدنية للشرب وعلى شاحنات تعبئة المياه للاستخدام المنزلي. قبل مثلا كان ينطلب مني مثلا 20 نقلة، دلوقتي بنطلب 30 32 33 تقريبا، زيادة 50-60% بالشغل. وبعد نحو عام من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود اللبنانية، تحولت المواجهة إلى حرب مفتوحة، وكثفت إسرائيل منذ 23 من أيلول سبتمبر قصفها على مناطق واسعة لا سيما في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.